شاهد بلان تعود رسميا لإي تي بالعربي. هو ده الخبر اللي أعلناه يوم الخميس وتفاعل معاه عدد كبير من المتابعين على السوشيال ميديا. فمن سنة تقريبا غابت شاهد عن البرنامج بسبب حادثة بعد ما قدمت حلقة واحدة بس، ومرت طول الفترة اللي فاتت بمرحلة علاج طويلة وصعبة. صحيح انه شاهد غابت عن الشاشة، لكنها من اشهر رجعت لنشاطها على السوشيال ميديا ونقلت لمتابعينها صورة عن اللي بتعيشه في مرحلة تعافيها الجسدي والنفسي ببوست وكلمات نقدر نقول انها خواطر كتبتها. الحادثة ما كانتش سهلة ابدا واثرها كانت كبيرة، بس شاهد قدرت تتغلب على كل ده، والنهاردة هتحكي قصتها بنفسها وبالتفصيل. بكل حب وبكل قناعة وبكل قلب صادق بقول أنه أنا ب 29/11/2015 كان أجمل يوم بحياتي، لأنه هو اليوم يلي تعرفت على حالي فيه، اليوم يلي عرفت قيمتي أنا عند الناس اللي بتحبني، هو اليوم يلي أنا عرفت مين أصحابي ومين لا. وهو يوم الحادث اللي سمح لي أقضي سنة كاملة مع نفسي وعيد حساباتي بكل شيء حولي. نحن نقضي وقت نحكي مع الناس ومندردش ومنتعرف على الناس أكثر من ما نقضي وقت مع نفسنا أمام المراية نحكي مع حالنا، نعرف نحن مين، أنا مين، أنا شو بدي بهالحياة. ويلي أنا بدي إياه من الحياة اليوم هو إني أعيش. كنت بغيبوبة 22 يوم، ومن بعد 22 يوم أول ما فقت فتحت عيوني وما كنت عم بشوف، كان كله أبيض وما كنت قادرة أحرك شيء بجسمي غير إيدي اليمين. وبتذكر أول حدا سمعت صوته كان ماما عم تقلي شهودة ماما عملتي حادث بس أنت منيحة الحمد لله. بيت تقريباً شي شهر هيك عم بشوف بس أبيض وخيالات، يعني ما أعرف، ما أشوف تفاصيل وجه، ما أعرف مين عم بدخل عندي مين، فكنت أعرف أهلي من إيديهم. عملية ورا عملية كنت عم عدهم بالأرقام، وبعد عمليتي الثامنة وقفت العد. كان عندي كسر بالحوض، كان عندي كسر بإيدي كمان كتير كبير، كان عندي كسر بأنفي كمان كتير كبير، يعني تهشم بالعظم، كان عندي نزيف بالدماغ، كان عندي الرواية تبعي كانوا يعني كان فيهم مي. وأهم شيء كان عندي إياه هو إيماني، فكل جرح وتذكار ترك لي إياه الحادث هو شهد بلان اليوم. ها أنا، ها شيء أنا، ها رمز قوتي، ها رمز ها أنا. كل يوم الصبح بس اتطلع بالمراي وبوقف قدام المراي بعرف أنه أنا قوية، أنا شخص صبور، أنا شخص قدرت أطلع من شيء مش كل الناس بتقدر تطلع منه. البعض فكرني متأملة زيادة عن اللزوم، وحتى الدكاترة فكروني مجنونة. كسر بإيدي سبب لي شلل مؤقت من منطقة الرسغ للأصابع، ما كان في أبداً أي حركة، والدكاترة كلهم قالوا لي أنه بدك سنة. من بعد 4 شهور تقريباً بتاريخ 8/3/8 مارتش فقت الصبح وصرت حرك إيدي. حلوة الحياة، حلوة الدنيا، حلوة الدنيا باللي فيها يعني.